مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر. اهلا بكم في حلقه جديده من برنامجكم اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تتواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38 55 00 17 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم لو زودتم مفتاح فتح مصر. نحن مستمرين معاكي في مهرجان شيتاكي عندنا مش في اي حته ثانيه. تعالوا نعرف المنيو بتاعنا النهارده ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل اول حاجه ايه؟ هنعمل صدور فراخ ملفوفه رول وهنحشاها سبانخ وجبنه موتزاريلا وندلعها، وكمان هنعمل كمان ايه؟ كفته ايراني بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها، وهنعمل سلطه اليوسفي يعني الموسم اليوسفي بالفراخ بتركات وحركات شيف حسن. تعالوا اما نشوف هنعمل ايه ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه عشان اعمل الفراخ بتاعتي بجيب صدرين فراخ 3-4 حسب افراد اسرتي زي ما انت شايف كده قدامك اهو. جيب صدر فراخ كبير محمل وبفتحه ساندوتش بالسكينه. افتحوا ساندوتش كده قدامك بالسكينه. افتحوا ساندوتش قدامك اهو بالسكينه. وبحط عليه كيس بلاستيك فوق، كيس ثلاجه كده وكيس ثلاجه كده. تعالى نعمل حشو. حطيت معلقه زيت هنا عشان نعمل حشو بتاعه، واحط بصلايه عليها اهو وشوية كاري على البصلاية كده، واسيب البصلاية دي في الزيت تاخد لون ذهبي غامق. على ما تتحمص البصلاية دي بجيب حزمة سبانخ وبشطفها وانشفها وانزلها في طاسة سخنة. حزمة سبانخ زي ما انت شايف كده اهو، طاسة بدون مادة دهنية. بروح حاطط السبانخ الطازة المغسولة الناشفة واقلبها يا حسن، اقلب هنا البصلايه عشان عايز البصلايه تاخد اللون الذهبي الغامق ده الحشو. واقلب بص في السبانخ كده على الحراره بدون ماده دهنيه ادبلها. خد بالك بص بدات تقل ازاي. طاسه تكون ناشفه بدون ماده دهنيه، تبداي تنشفي خالص السبانخ بتاعتك عشان تدبليها واحده واحده. التقليب بيدبلها قدامك اهو، واحدة واحدة كده دبليها. وهنا البصلة دي تاخد لون ذهبي غامق، خدي بالك من التفاصيل اهو واحدة واحدة. بص هنا شوية السبانخ اللي ايه الحزمة بتاعتي دبلت خالص زي من الحرارة وبقت قد ايه. بص عليها اهو سبانخ حديد قيمة غذائية عالية جدا. بص دبلت خالص ازاي، تقليب مستمر كده في الطاسة لحد ما تدبل تبقى معاكي كده. تمام كده يا سور. اخدها بقى احطها في وعاء بتاعها قدامك اهو بعد ما دبلك كده. وعندي البصلايه دي اقلب فيها، بص عليها كده قدامك اهو، ادي اهو زي ما البصلايه هدناها تبقى باللون ده. بص البصلايه اللي انا بقلب فيها دي يا ياسر اهي، اللي انا بقلب فيها دي يا ياسر هتسيبها كده اهو لحد ما تاخد اللون ده عشان وقت الايه البرنامج اهو. تمام ادي اهي، هتقعد تقلبي فيها على النار لحد ما تاخد اللون ده. تمام كده بعد ما خدت اللون، تعالى يا سور نشوف هنعمل ايه. احط البصل ده على السبانخ تمام، وقلبه في السبانخ. يا جمالك قلبه في السبانخ بتاعتك. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه في صدر الفرخة اللي انا فتحته ساندوتش. صدر الفرخة اللي انا فتحته ساندوتش بالسكينة وحطيت كيس فوق وكيس تحت يا ياسر، تعالى اجيب المبط بتاعي وافرده. تخليه كله سمك واحد، خدي بالك من ده. تشيل كده وتشوف السمك، هتلاقي هنا السمك تخين اهو، هنا تخين اهو وهنا تخين. ارفعه اهو كده اهو
عشان السوى. جاهز كده خلاص، اركنه اجيب التاني. افرد 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 كده. اروح جاي اهو افرد كده، اشوف السمك هنا تخين ادق عليه تاني. سهلة سهلة جدا. تعالى بقى نشوف هنحشي ازاي. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، اجيب ورقة ألمونيوم احطها تحت الصدر واحط عليها كده صدر. اجيب الحشو اللي انا عملته بالسبانخ وبالبصل، خدي بالك اهو عجنه مع بعض كويس، خدي بالك من خطواتك كده واحدة واحدة. اروح جايبة الحشو وافرده كده اهو قدامك. تمام. وايه يا حسن تاني؟ جبنة موتزاريلا يا دلعو، ودلعي عيالك بأفكار في الشتاء ده كده، واضغط عليه كده عشان يتماسك. وتعالى اهو اروح قافله كده عشان اشيل البلاستيك من عليه، خدي بالك اهو عشان البلاستيك ما يخشش جوه. استاذ ياسر جاب لك التفاصيل اهو، لف 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 اهو واحده واحده اهو. بعد ما تلفيه تروحي جايه مرجعاه كده اهو، متاكده مرجعاه اخر ورقه الومنيوم فويل كده، وتروحي جايه برماه كده، وتروح جاي كده يا ياسر قافل دي كده اهو، اقفلي اهو زي ما انت شايف، تروح جاي بها كده اهو، وتروحي عكس بعض عشان تبقى اسطواني. بص عملت ازاي يا تركاتك يا ياسر. احطها في طبق عشان احطها في الفريزر تتجمد. اجيب الطبقه الثانيه اهو، يا جمالك بعد اسطواني اهو. اجيب ده تاني واجيب الحشو بتاعي بتاع السبانخ، بص كده كل حته فيه افرديها تبقى فيها الحشو. تمام. وايه تاني يا عم حسن؟ جبنه موتزاريلا. واضغط عليها كده يا ياسر، واجيب ورقه الالومنيوم فويل عشان تحكمني، احطها هنا واشيل ده. التركه المهمه عشان البلاستيك ما يخشش جوه، تقفلي كده اهو اهو يا جمالك، اقفلك اهو عشان تطلعي البلاستيك، ولفيه لفيه رول، خلي البلاستيك بره، وجيبها اخر ورقة الألمونيوم فويل، وبالألمونيوم فويل واحدة واحدة كده لفي، واحدة واحدة كده وطلعي الهواء، لف 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 لحد هنا اهو. نيجي هنا اهو نقفلها كده اهو عشان تبقى اسطواني، واروح ملففها كده، وجايب دي برضه ودي عكس دي عشان تبقى اسطواني. بصي بقت عاملة ازاي يا تفاصيلها. ادخلها الفريزر تتجمد عشان بقى ايه اعمل لها الخطوات التانية بتاعتها. بعد اتجمدت يا ياسر، تعال شوف بعد ما اتجمدت فتحتها يا جمالك، قدامك التفاصيل اهو. شيلي منها البلاستيك فيلم وشيلي منها ده. ده هنعمل ايه حسن؟ هنعمل رو يا جمالك. الرو بيض وملح وفلفل، وأربهم مع بعض كويس قوي اهو. بعد ما اربطهم كده احلهم
بكوباية لبن. يا جمالك اربهم كويس واحطهم في وعاء واسع. بص عندي بقى التركات بقى بتاعت حسن، تعالى بقى شوف. هجيب وعاء واسع احط فيه الجبنه الموتزاريلا. بص الجبنه الموتزاريلا اهو، تمام. عندي دقيق، عندي الرو شيلها خالص، عندي بقسماط، عندك التركه بتاع حسن. تقدري تعملي التوبنج بالشوفان او بجوز الهند الخشن او بالجبنه الموتزاريلا او بالجبنه الرومي. تقدري تعملي الكوتنج اللي بره بالشوفان او بجوز الهند الخشن او بالجبنه الموتزاريلا او بالجبنه الرومي او بالبقسماط. هنعمل ايه يا ياسر؟ اهو هندحرج الرول ده في الدقيق كده. بص اهو طبقه فاضيه. احطه هنا في الرو وادحرجه في الرو، دحرجه كده في الرو، ماشي. والتاني نفس الكلام، ابطنه بالدقيق، ادحرجه كويس في الدقيق قدامك اهو، وتروحي مرجعاه في الرو ومدحرجاه في الرو. شايف كل التفاصيل كده قدامك؟ هاجي تاني قدامك اهو، واحدة واحدة كده ادحرجه. اجيب بقى انا اهو الرو تاني، ارجعه الدقيق تاني. خد بالك الطبقات اهي، دقيق تاني، بعد الدقيق تاني رو تاني وادحرجه جوه الرو. خطواتك كده ماشية واحدة واحدة. عندك كل شيء مفتوح، تقدري تعملي التوبنج بتاعه من بره بقسماط او شوفان او جوز هند خشن او جبنه موتزاريلا او جبنه رومي، زي ما انت عايز اعمل اللي انت عايزاه. يعني عندك بقسماط اعملي بقسماط، عندك شوفان اعملي شوفان، عندك جوز هند خشن اعملي جوز هند خشن، عندك جبنه رومي جبنه موتزاريلا جبنه شيدر، اي حاجه عندك تقدري تعمليها، تمام. تعالى بقى ندحرج ده كمان، تمام. جاهز كده عندي؟ تعالى شوف يا ياسر، هعمل لك البقسماط الأول. ياخد الطبقة اللي هو عايزها من البقسماط، والجنب كده والجنب كده، وتأكد إن هو خد البقسماط اللي هو عايزه، تمام؟ أهو، وتعالى أحطه لك في الطبق ده. وهعمل لك تاني اهو يا ياسر، فين؟ في البقسماط. بص التفاصيل كده قدامك اهو، تأكد ان التوبنج اهو. اما التركه التانيه، تعالى شوف كده، عندك الخيارات كلها مفتوحه، تقدري تعملي اللي انت عايزاه، جوز هند خشن او شوفان او جبن او بقسماط او موتزاريلا. بص الموتزاريلا يا ياسر اهي، تعالى بقى اشوف كده، اخده اهو، اتاكد ان كل الرو بتاع حل، اروح جايه مدحرجاه جوه الجبنه الموتزاريلا. بص يا السور، دحرجيه جوه الجبنه الموتزاريلا. خطواتك كده كلها قدامك، وثبت الجبنه الموتزاريلا عليه كويس زي ما انت شايف كده. تلاقي دي حته مكشوفه تروح حطلها وضغط عليها، عشان كل حته تبقى ايه فيها الجبنه بره وجوه. واروح واخدها كده حطها لك بالاتنين. يا جمالك، عشان ما يفصلش الكوتنج ده او ده او ده، ادخله لمده ربع ساعه في التلاجه. خدي بالك من التركه دي، لمده ربع ساعه فين؟ في التلاجه، على ما يتجمد عندي. تعالى بقى يا ياسر نشوف هنعمل الكفته الايراني التبريزي ازاي. دي الكفته الايراني التبريزي فيها حاجات كتيره جدا، ذو قيمه غذائيه عاليه، وحشوها يجنن. قبل ما نبدا في الكفته التبريزي، هنعصج لها الصوص بتاعها. خد بالك ان الصوص بياخد وقت يعتق. بحط هنا ماده دهنيه معلقتين ونص
من الزيت عشان اعمل الصوص ده للكفته بقى. خدي بالك الصوص ده للكفته مش بره كده، واحط له بصلايه يا تفاصيله واقلبها. حاضر، كل التفاصيل قدامك اهو. يبقى عملت لك رول الفراخ، محشي سبانخ ومحشي جبنه موتزاريلا. تقدري تعملي توبنج بجوز الهند، بالشوفان، بالجبنه الرومي، بالجبنه الموتزاريلا، بالجبنه الشيدر، او بالبقسماط، انت حره زي ما انت عايزه. وحشوها هيدلعك قوي قدامك اهو. البصل عندي دبل، اروح مدياله معلقه صلصه، ومدياله شويه ملح وشويه فلفل وشويه كاري. يا ريحتك، تعالي بص اهو على الصاجي ده. الطماطم دي يا ياسر عملناها ازاي؟ طماطم الكونكا يا سيدي عملناها ازاي؟ جبت الطماطم الجامده وعملت فوقها علامه زائد. جبت الطماطميه دي اهو سليمه عشان اشيل الجلد بتاعتها دي، عملت علامه زائد بالسكينه ونزلتها في ميه سخنه بتغلي، وعديت من 1 لـ10 وحطيتها في ميه بتلج، وشلت من عليها قشره الايه؟ الجلده بتاعتها. قدامك بدون جلده شلتها ازاي؟ عملتها علامه زائد وحطيتها في ميه سخنه بتغلي، وعديت من 1 لـ10 وحطيتها في ميه بتلج وشلت الجلده من عليها. عصجت هنا البصلايه والصلصه والبهارات كده زي ما انت شايف اهو. دي عشان الكفته، الصوص ده عشان الكفته. واروح حاطه الطماطم اللي انا نزعت منها الجلده، واجيب الهراسه واحده واحده كده، اهرسها بالهراسه بتاعتي وانعمها كده، واسيبها تاثر على ما اعمل الكفته بالحشو بتاعها. تعالى نعمل الكفته ونشوف التفاصيل. الصوص اهو اسيبه بقى يعتق. الصوص ده هو اللي فيه الطعم وفيه الجمال وفيه الحركات والتكات. اغطي عليها واسيبها. هنا عندي يا حسن المكونات بتاع الكفته الايراني ايه؟ دي حمص، لحمه مفرومه، بيض، ماشي، وبعد كده رز منقوع 24 ساعة، رز منقوع 24 ساعة، بصل، كرات، بقدونس، كزبرة، نعناع، ريحان، بصل أخضر، وعين جمل، وهحط له كمان مكعب مرق، وأعمله زعفران وملح وفلفل وبهار. لكن التركات والحركات لا نسها، انتظروني.